وطبعا انا هقول لحضرتك ان حضرتك بتساعدنا بشكل كبير، وحضرتك لا يا شرحت فندم ده العفو. بشكل واضح. الانفوجرافات احنا يعني بنتهم ان فيها معلومات كتير، بس احنا بتبقى المعلومات فعلا بتوصل رساله مهمه، فبيبقى في صعوبه ان احنا نستبعد منها معلومه. والله يا فده دكتور يعني انا مهم جدا ان الاعلام بيساعدنا في الموضوع ده، انه بيتناول المعلومات ده بشكل تفصيلي ومبسط للمواطن، وحضرتك بتساعدنا في الموضوع ده بشكل كبير. لا ده انا احب فهنلاقي ان احنا المعلومات دي على قد طول عينيا. قدرنا. يعني انا من الناس التي تشجع بقوه على وفره المعلومات، لانه جزء كبير من المشكله اللي حضراتكم بالتاكيد لامسينها وبالتالي بتخرجوا لنا هذا المنتج المتميز، انه في ظل غياب المعلومه او ندره المعلومه او قله المعلومه تنتشر الشائعه. طول ما انا بدي كم كبير من المعلومات الشائعات تبدأ تهدأ، أو بالأدق المواطن معدل الوعي بتاعه يبدأ يرتفع وهو لوحده يبدأ يشتغل ضد هذه الشائعة. ده اللي أنا أعرفه يعني بصراحة. أنا متفقة مع حضرتك تماما، وعشان كده زي ما حضرتك قلت إن شهر مارس كان في المرتبة الأولى، وكان الشائعات هنا بتستهدف إن إحنا زي ما قلنا دي بداية الأزمة، فكان في استهداف إن الدولة مش هتقدر تدير الأزمة، وإنها غير مستعدة للتعامل معاها، وإنها مش هتقدر توفي باحتياجات المواطنين الأساسية. وإحنا على طول أصدرنا انفوجراف بعنوان استمرارا لاتخاذ الخطوات الاستباقيه لمواجهه الازمات، صحيح خطه الدوله لمواجهه تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه، وسلطنا فيها الضوء يا استاذ يوسف على استعدادات الدوله للتعامل مع التداعيات المحتمله للازمه على مظبوط كل المستويات، حصل اهمها قد قدره الدوله على توفير مخزون امن من السلع لتلبيه احتياجات المواطنين. حزمه اجراءات الحمايه الاجتماعيه، كمان اجراءات الدوله لحمايه الاقتصاد ضد تقلبات الازمه. ده دايما حضرتك هتلاحظ دايما الملفات اللي احنا بنعرضها بنوضح فيها رؤيه المؤسسات الدوليه نحو هذه المعلومات. في الملف ده احنا وضحنا رؤيه المؤسسات الدوليه نحو هذه الاجراءات. ده ليه احنا ليه بنعمل كده؟ علشان تبقى مش بس معلومات جايه من الحكومه المصريه، لا دي كمان معلومات موثقة وبشهادات دولية كمان، فده بيدي مصداقية أكتر للمعلومة. وإحنا بصراحة في المركز الإعلامي علشان إحنا دايما متعودين مع المواطن إن إحنا بنعرض كل المعلومات بمنتهى الدقة والشفافية، في ثقة اتبنت بيننا وبين المواطن بشكل كبير.